مباريات. طبعا اول مفاجاه في البطوله حتى الان فوز السعوديه على الارجنتين. تاني مفاجاه كانت مباراه المانيا واليابان. المانشافت بداوا المباراه وسجلوا هدف، لكن اليابان الحقيقه عملت ريمونتادا متميزه وقدرت ان هي تسحق المنتخب الالماني بهدفين مقابل هدف. وليه بقول تسحق؟ لانه بتتكلم على 1-0 لالمانيا. فانه يحصل الريمونتادا بهذا الشكل واليابان تخطف الـ3 نقاط من المنتخب الالماني، دي كانت تاني مفاجاه في البطوله حتى الان. وعلى ما يبدو ان احنا على موعد مع مزيد من المفاجات خلال الايام القادمه من عمر البطوله. على ذكر اليابان بقى، ودي مش اول مره الحقيقه، في فيديو كده الناس كانت بتتداوله لجمهور او مشجعي اليابان. مشجعوا اليابان في احدى المباريات اللي ما كانتش المنتخب الياباني، اعتقد ده كان في اعتقد المباراه الافتتاحيه على ما اتذكر تقريبا يعني. المهم اتفرجوا على الماتش وبتاع زيهم زي غيرهم، اللي بيشرب واللي بياكل واللي بيعمل وبتاع. وبعد ما خلص الماتش الجمهور كله خلاص بيغادر الاستاد الا الجمهور الياباني زي ما انتم شايفين كده، بيلموا كل الحاجات اللي ايه القمامه، كل النفايات اللي كانت موجوده في مدرجاتهم. من الاشقاء في قطر اللي استوقفوا هذا الامر وبدا يصورهم وراح لهم، لهم هو انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له احنا بننظف مكاننا. قال لهم ايوه ليه؟ يعني في ناس هتنظف وكده. فقالوا احنا متعودين المكان اللي احنا بنبقى فيه لازم نسيبه فله نضيف. قال لهم يعني مش عشان تصوير وكده؟ فقالوا تصوير فينا احنا، مفيش حد فينا بيصور. وتنظر بقى كلهم يعني في اللي يعرفوا بعض وفي اللي ما يعرفوش بعض، بس كلهم نفس المنهج. اللقطه دي على فكره مش اول مره الواحد يشوفها. هكذا اعتدنا جمهور اليابان، تشوفوا في المدرجات ماتش بيخلص، بعد الماتش الناس كلها تمشي ودول يقفوا يقعدوا يلموا الـ ما تبقى من المشروبات والحاجات اللي كانوا بيشربوها او بياكلوها. ايه التحضر والرقي ده يا جماعه؟ ايه التحضر والرقي ده؟ حاجه يعني قمه الشياكه. بعض الناس في التعليقات بيقولوا لقطه، أنا بقول لحضراتكم هي مش لقطة لسببين. أولا مش أول مرة، هكذا جرت العادة، وفي يعني البطولات الماضية كلها شفنا المنظر ده مرة واثنين وثلاثة. والجزء الثاني إنه اللي راح فيكم اليابان فلة. ناس فعلا حتى ليه؟ لأنه الأطفال من وهم صغيرين متعودين على ده. الأطفال في المدارس في اليابان في ناس بتوع النظافة وما إلى ذلك، انما في تقدير ليهم كبير جدا. ده جزء. الجزء الثاني الطلبه بيخلصوا اليوم الدراسي، مفيش حاجه اسمها تسيب الفصل بقى يضرب يقلب وحد هينقف، مفيش الكلام ده، كله بينظف فصله، لازم يسيبوا الفصل زي ما يعني وصلوا لقوه. ف لما بيتربوا الاطفال من الصغر على هذا الامر يعني بيكبروا بيه ولا يتخلصوا من هذه العادات الطيبه. خلونا نقرأ تفاصيل أكتر حول المباريات وكأس العالم والبطولة اللي كان فيها زي ما قلنا لحد دلوقتي مفاجأتين. معانا الناقد الرياضي من الدوحة، الناقد الرياضي الزميل العزيز أحمد عبد الباسط. يا أبو حميد مساء الفل. مساء الفل يا أستاذ رامي، برحب بيك وبرحب بكل السادة ومشاهدينك. برحب بيك معانا، وقولي لحد دلوقتي يعني الأجواء عاملة إزاي؟ أنت خلصت كل حاجة، يعني خلصت كل حاجة في الإنترو بتاعك الخاص بكأس العالم. يا راجل أنا بدي نبذة التفاصيل عندك كلها. أنا مستمتع، يعني أنا مستمتع، فأنت خلصت كل حاجة حبيبي يا أستاذ رامي طبعًا. ربنا يبارك. ولكن في الله يخليك، في البداية بس خليني أقول لك إنه كل الكلام اللي بتقوله واللقطة بتاعت المشجعين اليابانيين، هم على فكرة فعلًا معتادين ده، كمان بيعملوا ده في الشوارع، بتشوفهم هو لو ماشي يلاقي حاجة بيشيلها، ده لو في أصلًا حاجة في الشارع هم بيعملوها. الحاجة التانية كأس العالم، ما لم تراه او ترصده الكاميرات، يعني خلينا اقول لحضرتك انه العنصر البشري قليل جدا في اي حاجه هنا. العنصر البشري انت اخر حاجه بتلاقيها لما تعطل خالص بتوصل ليها هي العنصر البشري، ولكن انا بمجرد ما توصل مطار الدوحه بتدخل اوتوماتيك بالباسبور بتاعك على جهاز معين، بتحط الباسبور بيثبت تحقيق الشخصيه، بتعدي تكون طلعت بره المطار. ده اللي بيحصل في الباصات، بتركب الباص معين ببلاش مجانا، بتركب المترو ببلاش مجانا. اللجنه المنظمه مهيئه كل حاجه في كاس العالم، 30 يوم اجازه، الشوارع فاضيه جدا، بتطلع لو انت في منتصف المدينه عايز تروح ابعد ملعب ناحيه اليمين او ابعد ملعب ناحيه الشمال، هنا نص ساعه وهنا نص ساعه، فالبلد كلها في ساعه في عز وقت ماتش الافتتاح، انت مفيش تاخير. الطرق مخارج الملاعب معموله بطريقه رائعه،
الطرق اللي ما فيش عربيات كبيره بتمشي في الفتره دي خالص، في عندهم عربيات ذات اللوحات السوداء، والعربيات اللي هي اللوح بتاعتها بيضاء، ما فيش ذات اللوحات السوداء دي خالص اللي احنا بنقول عليها عندنا النقل التقيل والكلام ده، ممنوع تمشي نهائيا مده الشهر كامل. كل الناس تيجي تدخل الملعب مثلا، جمهور او اعلام او اي حد انت بتدخل او كبار الشخصيات، طبيعي في التصريح الخاص بتاعك بيتحط على كاميرا او جهاز معين، برضو ما فيش عنصر بشري تماما، الجهاز بيحقق شخصيتك انت اللي موجود، بتبص لكاميرا معينه هو ده الشخص، يعني مش مثلا خلاص. شغل الفهلوه واحمد يدي الاكريتيشن بتاعه لحد تاني فيدخل، فلا الجهاز يجيبه اوتوماتيك. وتدخل الملعب، بتدخل بمجرد ما تدخل الملعب متقسم، انت رقم التذكره مثلا في مكان 503، كرسي رقم 4، الطرقه رقم 2، فانت عارف رايح فين، مفيش تزاحم، هم 1000 واحد بس اللي هيدخلوا من البوابه دي وهيوصلوا للطرقه دي وهكذا. فبالتالي الملاعب الحركة سلسة. طيب سلسه جدا. وقول لي، طيب كمان صدى أداء المنتخبات العربية عامل إزاي؟ ده بقى المتعة، يعني ده المتعة وده رد الفعل، انه الناس كلها بتتكلم، لو العرب اخدوا هذه الفرصة واللي قطر فتحت الطريق فيها، انه البلاد العربية لما تنظم المونديال احنا شفنا الجمهور العربي بيعمل ايه، يعني انا اعتقد ان الجمهور العربي امبارح كله كان سعودي، الجمهور العربي كان تونسي، كان مغربي، وفي المباراة الافتتاحية كان قطري، فبالتالي ان المباريات لما بتنظم عندنا بيظهر المستوى الفني، انه السعودية ده احسن اداء قدمه منتخب عربي في تاريخ كأس العالم. فاعتقد انه بعد الشكل اللي شفناه، بعد الفزاعة اللي كان بيعملها الدول الأوروبية إنه ما ينفعش العرب يستضيفوا هذه البطولة الكبرى، لا خلاص الموضوع بقى سلس جدا بالنسبة لنا إن احنا نقدر نستضيف، الباب اتفتح قدامنا، ولكن الصدى كبير جدا، إن الاحتفالات في الشوارع مصرية، مصر طبعا بيحتفلوا بالسعوديين، بالتوانسة، بالمغاربة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لقطر في المباراتين اللي جايين، إن شاء الله. ولكن الصدى بتاع الأداء العربي مسمع، المفاجأة بتاعت فوز السعودية على الأرجنتين مسمعة جدا، مسمعة بطريقة إن السعوديين هم موجودين في الشوارع القطرية بشكل كبير جدا، المغاربة موجودين بشكل أكبر، المصريين موجودين بيشجعوا كل المنتخبات العربية، جميل. فلا الأداء العربي اختلف تماما، علشان هم حاسين المنتخبات دي إن هم في بلدهم، المنتخبات الجماهير العربية كلها بتشجع الأربع منتخبات، فأعتقد إن الأداء واضح جدا ومردوده ظاهر للجميع يعني. متوقع مفاجآت يعني خلال ما تبقى من الجولة الأولى؟ الطبيعي يعني الطبيعي ان هيبقى في مفاجآت، لانه الكرة ملهاش كبير، السعودية بتكسب الارجنتين لم يكن احد يتوقع ذلك، اليابان بتكسب المانيا ومفيش يعني اشد المتفائلين كان يخرج المباراة تعادل، لكن ما حصلش ده وخرجت المباراة 2-1، فانا اتوقع انه النهارده المغرب مع كرواتيا لا ند لند، فالامور لا بتختلف، لا اعتقد ان هيبقى في مفاجآت في الجولتين اللي جايين، اعتقد ان في منتخبات كبرى هتخرج من دور المجموعات عكس ما كان المتوقع، والناس صحيح. بترشح بالاسماء انه مجموعه مثلا فيها منتخبين معينين بيختاروهم، لا انا اعتقد ان ده مش هيحصل، لانه انا زي ما قلت لحضرتك النتائج هتلعب دورها، حاله اللعيبه يوم المباراه نفسه بيفرق كتير جدا، يعني حاله لعيبه السعوديه يوم الماتش بتاع الارجنتين وانا قاعد في الملعب بتفرج، انا حاسس انه في ملحمه في الملعب، الواحد نفسه ينزل يجري مع الناس دي ويدافع صحيح. وهم قدام الارجنتين، ميسي لا حول له ولا قوه في الشوط الثاني، واحنا شايفين لان هو مش كاميرا مش عليه، انا كنت قاعد جنب الكابتن حسن شحاته قال لي ده مش ميسي، والله يعني قاعدين بنتفرج على المباراه وهو كان في الملعب قال ده مش ميسي، وقال الراجل هيرفي رينار ده مدرب محترم، مدرب قاري الجيم كويس، صحيح. الراجل واقف بيزعق في الملعب لما مهاجم ما بيرجعش والكره مش عنده اساسا، فلا كان في روح قتاليه داخل ارض الملعب، اعتقد ان المنتخبات العربيه هيبقى ليها كلمه في هذا، مش ممكن ما نوصلش لأبعد حاجة بس نوصل لأدوار ما كانش فيه منتخب عربي بيوصل لها، بإذن وده الله اللي بنتمناه طبعا في المباريات اللي جاية إن شاء إن الله. شاء الله، ويعني هنتابع معاك الأيام القادمة، وبشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، كنت معنا من الدوحة. فاصل سريع مشاهدينا.